سبعة في فترة الإعداد، وإن شاء الله أبدأ معاهم بإذن الله، والنادي يوافق وأسافر إن شاء الله وأعمل حاجة هناك بإذن الله. الوحش مش هقول لك بقى كل مره اقعد اقول نفس الكلام. في كورتين كانوا يغيروا مجرى المباراه، خاصه الانفراد اللي في الشوط الاول، فجود لك الحمد لله. يعني كانت مباراه صعبه طبعا زي ما انت شفته، واي يعني اي مباراه من النادي الاهلي سواء في بيبقى فيه هجمات قليله هجمات كتير، انت لازم تبقى مركز ما تعرفش الاختبار هيجي امتى. فبس الحمد لله النهارده قدرنا ناخد 3 نقط كانوا مهمين جدا، وبهني زمايلي اللعيبه وبهني الجهاز وبهني كابتن محمد يوسف هناء خاصه جدا جدا، وان شاء الله يا رب بالتوفيق في المباراه الجايه ان شاء الله. كان مهم ان احنا ناخد 3 نقط عشان نفرد بصداره المجموعه قبل التوقف، بس بحيث ان احنا يعني تبقى الحاله المعنويه الحمد لله مرتفعه، والحمد لله يعني في الوضع يا شريف يعني غيابات كتير بالجمله. كل يوم لعيب بيوقع، مسانده كبيره من اللاعبين للنادي اولا، والكابتن يوسف اصرار على المكسب يعني ما اهتزتوش بعد الهدف ده، يعني ترجعوا لي خاصه انت ووائل جمعه الناس الكبار يعني كان لهم دور مهم مع اللعيبه. لا طبعا احنا قدرنا كده زي ما انت بتقول الغيابات الكتير، وانا عايز بس اتطرق لنقطه ان احنا بنلعب مباريات مضغوطه بطريقه جامده جدا. انا مش عارف الكلام ده ما بيحصلش في اي حته ولا حتى في اوروبا. انت في اوروبا يعني بتلعب كل اسبوع، كل اسبوع بتلعب مباراه، لو في النص في مباراه شامبيونز ليج او اوروبا ليج بيبقى مباراه واحده، وبعد كده بتلعب كل سبت او حد، فبيبقى في مباراه واحده في الاسبوع. لكن ما ينفعش يقولوا يطلعوا زي اوروبا بيلعبوا ماتشين في الاسبوع، احنا اصلا بنلعب 3 ماتشات في اسبوع واحد، مش ماتشين بس. فبس ده قدرنا ان احنا مهما كانت الصعوبات وما كانت الضغوطات والغيابات احنا مضطرين ان احنا نلعب للمكسب، والحمد لله اتحقق المباراه اللي فاتت واتحقق المباراه دي الحمد لله. التطور الكبير في مستواك ملموس للجميع والكل بيشيد بيه، تقول ايه للراجل ده؟ انا طبعا ده توفيق من عند ربنا طبعا في البدايه، واي نجاح ليا ونجاح لكابتن طارق سليمان، وانا يعني والحمد لله يعني انا قلت كذا مره مش اول مره اقول ان كابتن طارق مدرب قدير جدا وبذل معايا مجهود كبير جدا، وانا ان شاء الله اظنه اكمل الموسم بشكل من النجاح لاخر ان شاء الله. الله يعافيه. ايه رايك بقى في كلام شريف؟ والله بشكره طبعا، ولكن بص ده هو بيتمرن كويس ومعاه عادل وابو السعود بيتمرنوا بشكل كويس في منافسه بينهم، فانا شايف الحمد لله رب العالمين. يعني انا والله بجد مدحت، يعني بالعكس انا ببقى شغال وبجتهد واعمل عليا، ودايما ربنا بيوفق مش اكتر من كده. يعني الواحد بيخلص في عمله وبجتهد، ودايما بنحاول نشتغل ونحاول نحسن دايما ونحاول يعني للافضل دايما. كل مباراه بتخلص زي ما بقول دايما ان احنا بنحاول ان احنا نشوف عيوبنا ونشوف، يعني ما بهتمش قوي بالمدح والله، يعني بجد قد ما بهتم بان انا اعالج الاخطاء دايما، اشتغل عليها عشان دايما يبقى الاخطاء تقل. انما الاخطاء مش هتتلغي نهائي، انما تقل. الضغط النفسي بالتاكيد كبير جدا على الفريق، يعني اصابات وغيابات بالجمله، جهاز فني جديد يعتبر بقياده جديده، اللعيبه شايفين روح واصرار كبير جدا، اكيد لكم دور، اكيد لكم دور مع اللعيبه في الموضوع. والله انا متاكد ان اللعيبه دي كلها يعني كلهم ما شاء الله لعيبه رجاله، ولعيبه عندها روح عاليه جدا وعندها اخلاص للنادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وليهم شخصيا، والنجاح ده ليهم قبل ما يبقى لينا احنا. انما احنا عوامل مساعده، يعني كلنا عوامل مساعده، انما هم لعيبه رجاله جدا ولعيبه مخلصه جدا وتعبوا جدا الفتره اللي فاتت. النهارده انت بتتكلم في النهارده سيد معوض، النهارده ناحيه اليمين بركات وناحيه الشمال سيد معوض، فالنهارده بتخسر 2 والماتش اللي قبلها مش عارف كان عندك برضه غيابات، النهارده عندك غيابات، ولكن كل واحد بينزل النهارده بيلعب باسم النادي الاهلي وكان النادي الاهلي وبيلعب لشخصه هو، فبتشوف الحمد لله روح عاليه جدا لاخر دقيقه احنا بيتعدوا معانا وربنا بيكرمنا بجون المكسب. فبقول الحمد لله رب العالمين على يعني النهارده احنا عندنا بقى 12 يوم دي انطباعات الفائزين بعد اللقاء. كنت اتمنى يكون معانا الكابتن حلمي طولان، لكن هناك انباء عن اعتذار